وفي رحاب ثالث الحرمين الشريفين أدى نحو 40,000 مصل صلاة عيد الأضحى، ودعا خطيب المسجد الأقصى المبارك المسلمين إلى صلة الرحم والتواصل والتزاور لاستشعار فرحة العيد رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون. في هذا اليوم الأغر أدخل البهجة والسرور، أدخل المحبة والمودة في بيوتكم، صلوا أرحامكم، لينوا قلوبكم ونفوسكم بذكر الله، بادروا بالمصالحة مع الله، فالأقرب فالأقرب، فليبادر الصغير بالسلام على الكبير، امسحوا دمعة اليتيم والمسكين، وتعاونوا على البر والتقوى، اعفوا واصفحوا واغفروا، تنازل المسلم للمسلم ليس عيباً، أما قال الله تعالى: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين.